النهارده فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام المصريه عمل مؤتمر صحفي واتكلم فيه مع الساده الصحفيين وقال تصريحات مهمه جدا. تعالوا نشوف التصريحات ونرجع نكمل كلامنا. In the teams for the moment we are just looking forward to a good start of the competition. Later on we'll see if we need to change anyone or not. طيب الحكام عاملين زي اللعيبة اللي ممكن يكون حكم الأداء بتاعه يقل في نص الموسم، ممكن يعلى أو يقطع، في نفس الحكاية لحد آخر الموسم، فهي على حسب الأداء بتاعه هيكون عامل إزاي في الملعب، أو يعني هيكون عامل إزاي في الملعب بناء عليها التقييم بتاعته التقييمات بتاعته في الحكم. And I will be indirectly responsible for the referees for the second division B and third division. طيب المفترض ان مستر بريرا هو اللي هيكون مسؤول الاول عن تعيينات دوري النيل والقسم الثاني الف، وهيكون مسؤول مش مباشر مع القسم الثاني ب والقسم الثالث. And the main criteria are, let's say, the more experienced referees for the more difficult games. والمعايير اللي هيمشوا عليها اكتر حكام بخبره هم اللي هيتولوا اكتر ماتشات صعوبه. They have to growing and شويه شويه achieve the top. This will be the spirit of the appointments. هو مش عايز يحرق الحكام الصغيرين، لان ممكن يكون حكم صغير كويس جدا ونحرقه ان هو يتحط في ماتش صعب، فبالتالي يفقد كل مهاراته بس علشان غلطات عملها، فهو مش عايز عملية التطوير بتاعته تبوظ بان هو يحرق حكام صغيرين، ان هو يعينهم في ماتشات صعبة، وبيؤمن ان طرق التعيين هي الاسلوب الاول او اكتر الاساليب اهمية في تطوير التحكيم. If you feel at the end of the season that we need to put some of our more categorized referees in these games, we'll manage the team. Because what we want is fair competition, fair champions, and good football. طيب بالنسبة لسؤال تاني بتاع حضرتك، احنا عندنا هنا في C1 Development او في الفئة الأولى متطورين حكام على أحسن جودة أو مهاراتهم كويسة جدا، فاحنا لازم نديهم فرصة إن هم يبينوا المهارات دي في الملعب. هو مقدر أو عارف إن الماتشات اللي هيديروها ممكن يكون فيها درجة صعوبة عالية، بس احنا لازم نديهم فرصة إن هم يديروا الماتشات دي. احنا عندنا لكن لو احتاجنا ان يكون في الفئه دي او في السي 1 ديفلوبمنت او في القسم الثاني حكام من سي 1 عادي ممكن يديروا الماتشات دي حتى لو الماتش صعب. احنا عندنا في سي 1 ديفلوبمنت او الفئه الاولى متطورين حوالي 36 حكم، فاحنا لازم نديهم فرصهم.